ثلاث شوارع، ممكن انا واقف بهذا الشكل شكل جانبي، بيجيني واحد مثلا من الجنب مسكني بهاي الطريقه. الان الخصم بشكل جانبي ما هو امامي، كيف اتصرف معه؟ هذا اللي راح نشرح لكم اياه بهذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك ونشر الفيديو. نبتدي. ولم يثن عزمك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضا. السلام عليكم. السلام عليكم. الان في قتال شوارع، لو واحد اجاني مسكني من الجنب، طبعا الكفت اللي لبسناه احنا واقي بس لان الحركات مؤذيه شوي، اوكي؟ الان مسكني بهاي الطريقه، الخصم ما هو امامي صار جانبي، مش راح اقدر الف معه مثلا بهاي الطريقه، لانه بهاي لو حاولت الف حيفهم انها مقاومه منك او انه انت بتسوي شيء، فمباشره ممكن يزيد الحركه شيء ما تتوقعه، ممكن يدفعك يرميك على الارض الى اخره. فهو مجرد ما حط ايده بالجنب مثلا واحد بهذا الشكل، او ممكن يكون ايده للخلف عادي، تمام؟ شوف الان الخصم هون مكشوف بالنسبه لي، بس كيف بدك تاخذ الحركه المناسبه؟ شوف اول شيء مسكت هاي الحركه شوي مؤذيه، هاي مسكت من هون واحد وايدي اثنين، تمام؟ طيب المسافه مش كافيه، ما بتقدر تولد قوه، مولي شوي. طيب ما بتقدر تولد قوه، اضرب تحت واحد نزل اثنين ضربته بالراحه كابتن فهد. شوي شوي. طيب اول شيء شوف مسكني واحد من هون ضربت او تحت، ماشي؟ تحت ضربت تحت. الان انا جسمي مهيئ اني اضرب ضربه ثانيه، دفعت هون وصل ضربتي دفعه بجيبها على المعده واحد بضرب بقوه، اوكي؟ عشان افهم اكثر انا بدي اتحكم بالخصم اكثر، مسكت هون واحد ضربت او تحت، ماشي؟ ضربت تحت، حاول دائما وسع رجليك عشان تقدر تاخذ التوازن تبعك. واحد شوف انا ماسك ايده فلاتت مع الضربة هون، وصل؟ هاي أول واحدة تكون، بس دفعتك لازم تكون قوية، ضربة تكون واحد دفع، أوكي؟ تأخذ المسافة صحيحة اللي هي نزل الأولى، وصل؟ طيب هاي أول حركة. عندي ثاني حركة، ثاني حركة هي فيها شوية إذاء، بس كابتن حجيب الشكلية تبعتها عشان بس تستوعب الحركة، ما راح أسويها سريعة لأنها إذاءها عالي. شوف مسكني كابتن هون، شوف واحد مسكت إيد واحد نزلت تحت او ضربته هون بقوه. اول ما ضربت هون او تحت مباشره حينحل الامام، شوف كوعي ضرب فوق واحد دفعته. والله ماشي. طيب انا ايش سويت؟ واحد مسكت، خليك بعد شوي، واحد تحت ضربت او على المعده وطلعت بكوعي، وصل؟ نعيدها مره ثانيه بس ما راح اضرب انا. شوف من هون واحد او تحت انحنى، شوف نزل ايدك كابتن، بس شوف من هون واحد بكوعي فوق. بدي انهي خصمي مثلا، دفعته رميته، اوكي؟ بعدها حيسقط في الارض، هي حركه ثانيه كافيه هي. طيب الان انا مثلا ما بدي اسوي هالحركات، عندي حركه سهله جدا، يعني احس حي اسرع واسهل وبالمقابل منزله قريب مني، تمام؟ الان مسكني مثلا هون، شوف واحد، شوف من الوسط، شوف رجله واحد مع حركة ايدي. الآن بدي أحط ايدي هون ورجلي هون، مسكته واحد هوب مع رجلي، الثلاث يكونوا بنفس التوقيت، واحد اثنين هوب، رميت هون نزل عندي، شوف من هون ضغطته. طيب بدي مثلا أكسر من هون أو ألف ايده عكس بكسر، تمام؟ مسكت من هون أصابعه واحد، أوكي؟ شوف كيف من هون أصابعه، ايدي هون واحد وضغطت لتحت، طبعا هاي مؤلمة جدا، تمام؟ مع ركبتي، شوف انا ضغط وين؟ على رقبته. نعيدها مرة ثانية. شوف طبعا عندي كثير خيارات، انتم ممكن تختار اي واحدة منها. ماسكني، شوف واحد مع رجلي هوب. الان انا لما بدفع من هون قاوم كابتن، قاوم، شوف مش راح يقدر يقاوم لانه الرقبة كثير ضعيفة، اوكي؟ دفعت هون نزلته ركبتي هون، تمام؟ ركبتي شوف وين؟ على الرقبة، ضغطت من هون سحبت، من هون لفيت سحبت اللي هي الإيد، ممكن من هون بس واحد وكسر، تمام؟ في عندي كثير خيارات تحت، بس لكن الحركة ناخذ بس الشكليات اللي عندك أو الخيارات الموجودة وتقدر تختار، بس بدك تمارس الحركة عشان تقدر تأديها. أنت لو رميته في الأرض وثبته هو يعني هيك كافي الحركة. طبعا أشكركم على المتابعة، لايك وشير وادعموا القناة وصلوا على الحبيب. والسلام عليكم.